الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. اليوم رح نكمل chapter 3 physicochemical properties of drugs بليكتشر 5. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن البيسك drug عادة بيكون هو الدرج اللي بيحمل أمين functional group ويتصرف بيسكلي داخل الجسم. كيف يتصرف بيسكلي داخل الجسم؟ يعني بمجرد ما يدخل الجسم يأخذ بروتون يعني H بلس من الجسم، إما من الوسط الحامضي أو من المي، من مية الجسم بيأخذها. هذا هو البيسك درج. والسؤال، هل كل درج يحوي أمين functional group is basic أو is strong base؟ ألا توجد مفاضلة في البيسيسيتي بين البيسك دراجز؟ طبعا في مفاضلة في البيسيسيتي، وتعتمد هذه المفاضلة في البيسيسيتي على المفاضلة في البيسيسيتي of amines. وذكرنا في آخر سلايد بالشابتر السابق أن ثمت مفاضلة بين الأمينو functional groups، وذكرنا وقلنا أنه الأليفاتيك أمينز تيرشري وسكندري وبرايمري أليفاتيك أمينز are more basics وسترونج بيس than أروماتيك أمينز. والسؤال هون، على ماذا تعتمد البيسيسيتي of basic drug؟ يعني على ماذا تعتمد البيسيسيتي للأمينو functional group؟ تعتمد البيسيسيتي للأمينو functional group أو البيسك دراجز على الافيلابيليتي of the lone pair of electrons of the amine nitrogen atom. يعني الأمين نيتروجين أتوم عليه lone pair of electrons، كلما كانت الافيلابيليتي أو القدرة عالية للlone pair of electrons هدول، كلما كانت قدرة الأمين على أخذ الهيدروجين داخل جسم الإنسان عالية. خلينا نشوف الأمثلة القادمة. على سبيل المثال عنا البيرول والبيروليدين، هذا درج يحتوي على بيرول رينج، وهذا درج آخر يحتوي على البيروليدين. البيرول والبيروليدين كلاهما secondary base أو secondary أمين، كلاهما secondary، لكن الفرق بينهم واحد أليفاتيك secondary أمين والتاني أروماتيك secondary أمين. ليش الأليفاتيك secondary أمين أقوى من الأروماتيك secondary أمين؟ خلينا نشوف كيف يتصرف درج البيرول إذا دخل جسم الإنسان، كيف يتصرف داخل جسم الإنسان؟ هل يتصرف بيسيكلي؟ بمعنى آخر، هل يستطيع هذا الأمين باللون pair of electrons بتوعه، هل يستطيع أن يأخذ الهيدروجين داخل جسم الإنسان بمجرد ما يدخل الجسم؟ لا، لا يستطيع. ليش يا دكتورة؟ لأن اللون pair of electrons مشغولين بالريزونانس. اللون pair of electrons are enrolled in the aromaticity system here، داخلين في الأروماتيك سيستم للبيرول، فهم مشغولين. يا جماعة، ما هي أهمية الأروماتيسيتي؟ أخذنا في العضوية ما هي أهمية الأروماتيسيتي للرينج. أهمية الأروماتيسيتي للرينج إنها بتعطيها stabilization، وبالتالي أنت لما تطلب من اللون pair of electrons أو تطلب من النيتروجين إنها تشغل اللون pair of electrons تبعتها مع هيدروجين من برا، مع ضيف من برا، ماذا يحدث لنظام الأروماتيسيتي هنا؟ يتأثر. وماذا يحدث للستيبيليتي للأروماتيك رينج؟ تتأثر وتقل. لا، هنا تقول النيتروجين للهيدروجين بلس آسفة ما رح أخذك، لأني أنا مشغولة بأروماتيسيتي تزيدنا استقرار وستيبيليتي، فلن يحدث هذا الشيء. إذن كيف يتصرف
درج البايرول داخل الجسم it is very 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 weak base وما بيحصل له ionization is not ionized. الionization هنا بمعنى protonation يعني أخذ البروتون protonation inside the body. كيف يتصرف درج البايرول داخل البادي؟ يتصرف نيوترالي. والPKA جدا واطية، ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه كلما قلت الPKA للأمين كلما قلت البيسيسيتي. شوف الPKA للسكندري أمين أروماتيك، شوف قديش قليلة 0.4. تعالوا على نظيره درج البيروليدين. درج البيروليدين زي ما ذكرنا هو عبارة عن أليفاتيك سكندري أمين. هل هذا درج البيروليدين إذا دخل الجسم هل يتأين؟ بمعنى آخر هل يستطيع أو هل اللون بير أوف إلكترونز اللي على النيتروجين هل هي أفيلابل ولديها القدرة على إنها تأخذ البروتون من داخل جسم الإنسان؟ الجواب نعم. انظر إلى الPKA. الPKA هنا تساوي 9.95. شوف الفرق 9 درجات تقريبا بين الPKA للبايرول والPKA للبيروليدين. هذا البيروليدين يتصرف داخل جسم الإنسان، أو هذا الدرج البيروليدين يتصرف داخل جسم الإنسان على إنه strong base. وحكينا strong base بالنسبة لمين؟ بالنسبة لباقي الأمينات أو بالنسبة للأروماتيك أمين أو بالنسبة لباقي الدرجز، هو strong base. هل يتأين؟ نعم يتأين. الأيونيزيشن هنا بمعنى protonation، يتأين inside the body. تعالوا على المثال الآخر. المثال الآخر أنا عندي هون درج البيريدين، ونفس الدرج لكن بدل البيريدين بيبيريدين. يا ترى الاثنين رح يكون لهم نفس الممشى داخل جسم الإنسان؟ خلينا نشوف البيريدين. البيريدين يا جماعة زي ما أخذنا بشابتر الهيتروسايكلز في الكيمياء عضوية 2، البيريدين هو عبارة عن سكندري أمين أروماتيك، بينما البيبريدين هو عبارة عن سكندري أمين أليفاتيك. طبعا مبينة الPKA ومبينة قيم الPKA بينهم، واحد قاعدة ضعيفة weak base والتاني قاعدة قوية اللي هو strong base. خلينا نشوف ليش البيريدين، يعني هل يستطيع البيريدين انه ياخذ ال H بلس داخل جسم الإنسان؟ نعم يستطيع، ولكن ويكلي. لحظة، هذا مش أروماتيك يا دكتورة؟ هذا ما بقدر طبعا، البي كي اي له قليلة. طب ليش البي كي اي هنا أعلى من هذا؟ لأنه لون بير اوف إلكترونز زي ما بتعرفوا برا موضوع الأروماتيسيتي. انت شايف الأروماتيسيتي؟ الأروماتيسيتي شغالة من غير هذا اللون بير. ليش؟ لأنه اللون بير موجود بي اس بي 2 سيجما أوربيتال، خارج موضوع برا البلين أو خارج موضوع الأروماتيك. لعاد الأروماتيسيتي هاي بتحصل بين مين؟ بتحصل بين باي أوربيتالز بي زد، تحصل بين باي أوربيتالز بينها وبين بعض، هي عبارة عن تداخل بين باي أوربيتالز زي ما بتعرفوا. بينما هذا اللون بير أوف إلكترونز موجود برا البلين، يعني موجود في بلين عمودي على البلين تبع الأروماتيسيتي، فهو خارج موضوع الأروماتيسيتي. So it is available. نعم it is available sorry to take the proton inside the body. وهو فعلا بياخد البروتون inside the body، لكن بتصرف weakly، يعني بده إياها وما بده إياها، بخدها بفلتها weakly. إيش السبب دكتورة؟ ما احنا اتفقنا إنه اللون بير أوف إلكترون برا موضوع الأروماتيسيتي ومش مشغولين بالأروماتيسيتي. السبب يا جماعة هم سببين اثنين. أول سبب، جرت دراسات واكتشفوا إنه النيتروجين ماسكة وشادة وجاذبة اللون بير أوف إلكترونز تبعها،
ما بتسمح له ينطلق ولا بتسمح له ياخد أي إشي من برا، يعني بتكون ماسكة وشادة على عكس النيتروجين هاي. ليش؟ هنا وجدوا إنه النيتروجين الإلكترونيجاتيفيتي إلها سمها وشوي عالية، وبالتالي بتكون شادة اللون بير أوف إلكترون لإلها. وهل الأروماتيسيتي دور في ذلك؟ نعم، الأروماتيسيتي إلها دور في ذلك، نعم هاي هي. وبالتالي النيتروجين هنا بتتصرف كأنها خايفة على هذا اللون بير إنها تخسره. هذا أول سبب. تاني سبب يا جماعة، الأروماتيسيتي أو البي زد أوربيتلز والتداخل والإنتر أكشن بينهمز عشان يعملوا الأروماتيسيتي هاي أو الأروماتيك رينج تحجب، يعني إذا أنا هنا مش راسمة البي زد لكنها تحجب هنا عندي بي زد أوربيتل، 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 بي زد أوربيتلز، عندي هنا 6 بي زد أوربيتلز. إيش بيساوي هدول؟ هم المسؤولين عن تداخل الـ6 باي إلكترونز عشان يعطوا الأروماتيسيتي. هدول الستة أوربيتلز أو ستة باي أوربيتلز بيحجبوا اللون بير أوف إلكترونز من إنه يهاجم ويأخذ الهيدروجينة. إذن ما هو وضع درج البيريدين؟ وضع درج البيريدين يا دكتورة يتصرف داخل الجسم على إنه ويك بيس، بياخذ عنده القدرة على أن ياخذ هيدروجينة، هيدروجين الجسم، لكن بخدها ويكلي، بخدها وبفلتها، بخدها وبفلتها. ويك بيس، it is ionized but weakly، بشكل ضعيف inside the body. ionization هنا معناها البروتونيشن، إضافة البروتون. نيجي لنظيره درج البيبريدين. هل شايفين في أروماتيسيتي؟ لا. هل شايفين في زد أوربيتلز اللي تحجب اللون بير أوف إلكترونز من إنه ياخد الـ H بلس؟ لا. لاحظوا الـ PKA ما أعلاها، الـ PKA عالية هنا للبيبريدينل أو درج البيبريدين، وبالتالي البيسيسيتي هنا عالية. هل يستطيع البيبريدينل درج من إنه ياخد الـ H بلس داخل الجسم؟ نعم بإمكانه. It acts as strong base. It is ionized بمعنى protonated inside the body. نأتي للمثال التالي. هدول الثلاثة بيشبهوا بعض. عندي هنا drug secondary أمين، drug يحتوي على secondary أمين اللي هو diphenyl أمين. Included in a drug. طيب السؤال هنا مبين الجواب من غير ما أسأل. السؤال هنا، هل يستطيع هذا السكندري أروماتيك أمين، هل يستطيع؟ لاحظ إنه النيتروجين، دكتورة شو الفرق بين هاد وهاد؟ النيتروجين داخل الحلقة الأروماتية، النيتروجين هنا داخل الحلقة الأروماتية. طب النيتروجين هنا خارج الحلقة الأروماتية، يعني قاعد عليها مش جواها، خارج الحلقة الأروماتية. السؤال، هذا السكندري أروماتيك أمين، هل اللون بير أوف إلكترونز أوف نيتروجين يستطيع إذا دخل الجسم هذا الدرج يستطيع أن يأخذ الـ H بلس من داخل الجسم؟ طبعا الجواب لا. ليش يا دكتورة؟ انظر إلى الريزونانس اللي مشغول فيها اللون بير أوف إلكترون. اللون بير أوف إلكترون مشغول انشغال تام في الريزونانس سيستمز بالقائم داخل الفنل أو البنزين رينج اللي على يساره والبنزين رينج اللي على يمينه. يعني في هنا عمليتين ريزونانس مش عملية واحدة بس. وبالتالي وحكينا قبل شوي وقلنا ما أهمية الريزونانس للمركب وللرينج. الريزونانس يكسب الرينج ويكسب المركب ككل ستابيلايزيشن. وبالتالي النيتروجين بتشوف الهيدروجين قدامها بتقولها أي نعم أنا أمين وأي نعم أنا سكندري أمين لكني أروماتيك، مشغولة واللون بير تبعي مشغول بأنه يثبت الأروماتيسيتي للدرج بشكل كامل. أنا آسفة ما رح أخذك.
سوري، ما بضحي بالاروماتيسيتي عشان اخذك، شو حستفيد؟ اخذتك شو حستفيد؟ راح احمل بوزيتيف تشارج ويحصل البروتونيشن، وبعدين ما بضرب الاروماتيسيتي والاستابيليتي للدرج عشان اخذك. انظر الى البي كي اي جدا قليله. اذا this is هذا الامين is very 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 weak amine. It is not ionized inside the body. لا يتأين وما بيحصل له protonation inside the body. It acts as neutral. طيب تعالوا يا جماعة على الأنيلين. خففنا يا سيدي، خففنا واحدة، شلنا ها هينا، شلنا واحدة بنزين وحطينا بدالها H plus. This is aniline. الأنيلين إيش؟ primary amine. Is it aromatic or not? Yes, it is aromatic. انظر إلى الـ pKa لأننا خففنا الريزونانس، خففنا عبء الريزونانس على النيتروجين. شوف شو صار للـ pKa، زادت. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، درج الأنيلين إذا دخل الجسم، هل اللون pair of electrons are available إنهم يأخذوا الـ H plus؟ نعم. Are they available? Yes. نعم. They are available. لكن الافيلابيليتي تبعتهم قليلة. ربع الافيلابيليتي لمين؟ لا السايكلوهكسيل أمين. ربعها. ليش يا دكتورة؟ لأنهم برضو مشغولين بريزونانس وستابيليتي للدرج. هم افيلابل. طب دكتوره ليش هذا افيلابل وهذا مش افيلابل؟ هذا مش افيلابل بالمره، لانه النيتروجين هنا داخل الحلقه في قلب الاروماتيسيتي، داخل الحلقه، يعني النيتروجين هنا مشارك عضو من اعضاء الحلقه، هنا النيتروجين مش عضو من اعضاء الحلقه، لكن هجرتهم حق الجيره بتقول لك هي مشاركه بالاروماتيسيتي، مشاركه، لكن برضه بتقول مش مشكله يا هيدروجين، بفضي حالي شوي، بفض بعطيك ربع الوقت، لكن ثلاث ارباع وقتي راح اكون مشغوله بالريزونانس. وبالتالي نعم تتصرف الانيلين داخل الجسم كانها بيسك درج، لكنها ويكلي، تاخذ الاتش بلس داخل الجسم ولكنها تتصرف ويكلي. اذا it is weak base. It is ionized, لكن weakly. بيحصل ionization weakly inside the body. ال pKa قليل هنا، يعني ال basicity هنا قليلة، يعني القدرة على أخذ البروتون والاحتفاظ بها قليلة. نيجي يا جماعة للسايكلوهكسيل أمين. السايكلوهكسيل أمين هل هو أروماتيك؟ لا، هو عبارة عن primary aliphatic amine. It's a strong base here. It's a strong base. الPKa اللي جدا عالية. كيف يتصرف الدرج السايكلوهكسيل أمين which is a primary amine؟ يتصرف strong base. لديه القدرة واللون pair of electrons إله، لديها القدرة على إنها تأخذ الـ H plus داخل الجسم وتحتفظ فيها وتتأين ويحصلها a protonation. It is ionized inside the body. It's a strong base. صنف البيسيسيتي أو صنف المركبات حسب البيسيسيتي إلها. طبعاً البيسيسيتي لا السايكلوهكسيل أمين أكبر من البيسيسيتي لا الأنيلين درج، أكبر من البيسيسيتي of diphenyl amine drugs. وماذا عن المفاضلة بين الفانكشنال جروبس الأخرى؟ ما في حدا بيس غير الأمين؟ ما في إلا الأمينات؟ الهيئة إنه جرت العادة إنه أي أمين موجود في الدرج هذا الأمين يكسب الدرج إيش؟ البيسيسيتي، على شرط أن يكون هذا الأمين أليفاتيك وأن تكون اللون بير أوف إلكترونز للنيتروجين available، كل الافيلابيليتي انها تاخذ بروتون داخل الجسم فيتأين الامين، يعني بروتونيتد. طيب ماذا عن الامايد يا دكتوره؟ الامايد هنا
هي عبارة عن functional group وموجودة. لنفرض إنها تكون هذه الأمايد functional group، لنفرض إنها is included inside the drug، يعني هي جزء من الدرج. لنفرض إنها جزء من الدرج، ماذا يحدث للأمايد اللي في الدرج؟ ماذا يحدث لها إذا دخلت الجسم؟ هل تتأين؟ هل تتصرف كبيس؟ طب إذا تصرفت كبيس، هل هي strong base ولا weak base؟ كيف وضعها؟ It is neither basic nor protonated inside the body. بتقولك لا هي basic ولا بحصلها protonation داخل الجسم. ليش؟ بيقولك it remains neutral. Why? Because the lone pair of electrons. شايف؟ بنرجع تاني لبيت القصيد. Lone pair of electrons of amide nitrogen atom are not available. Let's see what's going on here. هذا الأمايد، شايف ال pKa لنيتروجينة الأمايد؟ شايف إنه اللون pair of electron هنا موجودة على النيتروجين؟ نعم. تخيل إنها not available. Why؟ وتخيل كمان إنه ال pKa جدا قليلة، ناقص نص، جدا قليلة. إيش السبب؟ طب دكتورة هذا أليفاتك ولا أروماتك؟ لنفرض إنها أليفاتك. لنفرض إنها أليفاتك. Those lone pair of electrons are not available to catch proton inside the body. Why? لسببين. أول سبب، انظر إلى الجيران، انظر إلى المجموعة الوظيفية جارتها بلزقها. إيش في؟ عندنا سحب إلكتروني. This is polarized carbonyl functional group. والكل بيعرف قصة البولاريزيشن اللي موجودة في الكربونيل جروب. كيف يعني بولاريزيشن؟ نذكركم، لأنه الأكسجين أتوم إلها إلكترونيجاتيفيتي عالية وأعلى من الكربون، فهي بتطمع بالأربع إلكترونات للرابطين، تطمع فيهم فبتسحبهم لعندها، محدثة بارشال نيجاتيف تشارج وبارشال بوزيتيف تشارج، والخلاف قائم بين الكربون والأكسجين. ليش؟ لأن الأكسجين مكوش تقريبا على الأربع إلكترونات للرابطين. هيك الله خلق الأكسجين. هذا الحكي ما بتشوفه إلا في الأكسجين على فكرة. هيك الله خلق ذرة الأكسجين عشان نستغل إحنا الوضع كصيادلة ونحضر المركبات ونحضر الأدوية. وإحنا كيف بنحضر الأدوية؟ طيب هلأ، هل هذا السحب الإلكتروني أو this electron withdrawing group هل تؤثر على الافيلابيليتي لا اللون بير اوف الكترونز على النيتروجين؟ طبعا تؤثر. عم تسحب هذا السحب الالكتروني، اثر على الافيلابيليتي، جعل البيسيسيتي وجعل هذا اللون بير اوف الكترون غير قادر، لانه مسحوب، عم بنسحب، عم بيعاني من سحب من هذه اللون، من هذه الالكترون withdrawing group، وبالتالي لا يستطيع هذا اللون بير اوف الكترون انه ياخذ الهيدروجينة انسايد ذا بودي. بدي اياكم تتخيلوا، انا دائما انا بضرب هذا المثل يا جماعه، اللون بير اوف الكترون بالنسبه للنيتروجين هو عباره عن ثروه، عباره عن ملايين. بدي اياكم تتخيلوا مليونير، مليونير حط كل ثروته ورهن كل ممتلكاته بما فيها البيت اللي ساكن فيه او القصر اللي ساكن فيه، رهنهم للبنك. مين البنك هون؟ هي رهنهم للبنك عشان يعمل صفقة أو تجارة تربحوا 400%. شوف الطمع، بتقوم هذه الصفقة أو التجارة بتخسر، بيجي البنك بطالب بالثروة، بحط إيده على كل إشي، على كل الملايين. لكن إكراما للمليونير، يعني البنك بكوش على القصر اللي ساكن فيه، لكن إكراما للمليونير ما بيطلعوا برا، لأنه كان هذا المليونير 25 سنة ملتزم معهم، بياخد قروضه بيردها، بياخد قروضه بيرجعها إكراما إله. نفس الشيء هاي النيتروجينة والثروة اللي عليها اللي هي اللون بير، هي هذا المليونير اللي مش حاكم على بيته، بيته مش ملكه، بيته للبنك. هدول هاي النيتروجينة مش حاكمة على اللون بير أوف إلكترون. ليش؟ لأنهم مرهونين لمين؟ لا الالكترون withdrawing group CO double bond. هذا السبب الأول. السبب الثاني،
وهذا الحكي بس موجود في الأمايد، مش موجود في حدا تاني. وجد أن الأميدو جروب أو اللون بير أوف إلكترون مشغول بالريزونانس، وعارفين يا جماعة أن الريزونانس إيش أهميته للفانكشنال جروب، بيعطي الفانكشنال جروب إيش؟ ستابيليتي. أيضا مش بس هذا اللون بير أوف إلكترون محجور عليه وممسوك ومسحوب من قبل سي او دبل بوند الكترون ويذدروينج جروب، لا كمان مشغول بالريزونانس، يعني ريزونانس بروسيس مشغول فيها، وبيعطي هذا الريزونانس ستراكشر. لاحظ شوف الريزونانس ستراكشر هون، شوف النيتروجين شو حامله بوزيتيف، بالله عليك نيتروجين حامله بوزيتيف، كيف حتاخذ اتش بلس من الجسم؟ ووجد كمان، أثبتت الدراسات يا جماعة إنه الأمايد جروب بالذات، بس هذا الحكي بس بالأمايد جروب، الأمايد جروب بالذات بتقضي 50% من وقتها أيونايزد، حاملة أو النيتروجين حاملة البوزيتيف تشارج، أما 50% من وقتها الثاني بيكون عليها اللون بير. يا سلام. طب نيتروجين، نيتروجين بتقضي نصف وقتها حاملة بوزيتيف تشارج، كيف حتاخذ الـ H بلس؟ كيف تتصرف أو كيف يتصرف درج الأمايد؟ يتصرف درج الأمايد داخل الجسم نيوترالي، لا هو أسيدك ولا هو بيسك، ممكن يتأين في حالات نادرة، لكن الأيونيزيشن هنا غير مقصود به البروتونيشن، it is not protonated at all، هذا الأيونيزيشن المقصود فيه ايونايزيشن بسبب ايش؟ بسبب الريزونانس. ماذا عن الاذر فانكشنال جروبس يا دكتوره؟ الاذر فانكشنال جروبس اللي موجوده في الدراج ار نوت ايونايزد انسايد ذا بودي، ذي اكت از نيوترال. مثل مين يا دكتوره؟ الكحولات. الاو اتش اذا موجوده في الدراج ودخل هذا الدراج الجسم تحت تاثير اي بي اتش في الجاسترو انتستينال تراكت لا يتأين. الإيثارات نفس الشيء، الهالايدز نفس الشيء، الألدهايدز، الكيتونز، الإسترز، النيترايلز إلى آخره. ملخص هذا الكلام، مين اللي بتأين؟ الأليفاتيك أمين، يعني الدراجز اللي بتتأين إما أسيدز أو بيس أو بيسز. الأسيدز مين اللي بتأين؟ السترونج أسيد اللي هو الكاربوكسيليك أسيد. ومين كمان بتأين؟ بتأين ويكلي اللي هو الفينول، إذا نذكركم بالمحاضرة السابقة الفينول بتأين لكن ويكلي، بيحصل لهم الاثنين دي بروتونيشن. طيب هذا الأسيدك دراج، طب البيسك دراج لازم يكون أمين، أي أمين؟ لا لازم يكون أليفاتيك أمين. والتيرشري أقوى بيسيسيتي من السكندري، أقوى بيسيسيتي من البرايمري أمينز، ولازم يكونوا أليفاتيك. طيب والأمينات ما بتتأين كمان ويكلي؟ نعم، زي الأنيلين بتأين بس ويكلي، وزي البيريدين بتأين بس ويكلي. الباقي أو النيتروجين أو الأمين اللي داخل جوا حلقة الأروماتيسيتي ومشارك بالأروماتيسيتي، هذا الأمين no way إنه يحصل البروتونيشن.